بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاني عبد المجيد محامي. المشكله اللي هتكلم عنها دي المشكله تخص كل شاب مصري تخص مساله تطهير القضاء. المشكله بتبدا من البدايه. ليا اخ اسمه احمد عبد المجيد محمد، خريج ليسانس الشريعه والقانون بجامعه طنطا، نسبه تقدير جيد مرتفع بنسبه 74%، تقدم لوظيفه معاون نيابه دفعه 2008، عمل مقابله شخصيه، بنجاح في المقابله الشخصيه تم عمل نزل له جميع التحريات بدءا من البحث الجنائي لامن الدوله، الامن العام، انتهاء بالامن القومي. ومن المعروف ان اي شخص بينزل له تحريات الامن القومي يبقى ده شخص سليم 100%، ما عندوش اي مشاكل امنيه نهائي، وده بالفعل ما فيش اي مشكله امنيه نهائي. فوجئنا بانه ما نزلش اسمه، تمش ادراج اسمه في الكشوف الطبي. فانتظرنا، قلنا يمكن يبعته مره واثنين وثلاثه، عدى الثلاث ايام اللي اتبعت فيهم الكشف الطبي. صدرت النتيجه، انتظرنا اول ما النتيجه تظهر قلنا نتقدم فيها بتظلم رئيس المجلس القضاء الاعلى، نتقدم بتظلم لوزير العدل، نتقدم بتظلم للنائب العام عشان ناخد حقنا، معتقدين ان القضاء بيدي الناس حقوقها. توجهنا لمكتب وزير العدل، فوجئنا برئيس المكتب الفني واتصدمت لما بيقول لي ليه ما جيتش اثناء تقدمت تظلم بالقرار اثناء الكشف الطبي. قلت له ازاي هقدم قرار، ازاي هقدم تظلم في قرار ازاي قبل ما النتيجه تظهر؟ المفروض اطعن على القرار بعد ما القرار يصدر. فوجئنا بالنتيجه ما ظهرتش، رحنا لاحد المستشارين بمكتب النائب العام، طلب الملف ملف احمد عبد المجيد محمد وتم فتحه، قالوا انتوا ما عندكوش اي مشكله امنيه نهائي. طيب ايه المشكله؟ فوجئنا ان بيقول لنا طلب ساذج جدا، بيقول لك اصل احنا ما بناخدش معظم على نسبه قليله قوي من طلبه الشريعه والقانون، طلبه الازهر ما بتاخدوش. قال وعامه ما خدناش حد السنه دي. جبنا مستند ما يثبت، مستند رسمي ما يثبت بان احد الطلبه بنفس الكليه وبنفس الدفعه طالب اسمه ايمن زياده يوسف ابن مستشار متعين وكيل نيابه بنسبه 65%، مرفوع بحكم محكمه من مقبول لجيد. عشان ليه؟ عشان ابوه مستشار واخوه عضو بالنيابه العامه. اسمه قبل معروف ان ترتيب الدرجات بينزل في الكشف، بينزل لاولويه الدرجات، ده قبل الاخير ب 70 اسم وجايب 65%، يعني الاخير يعني ال 70 واحد اللي بعده جايبين ايه؟ جايبين 65%. فوضنا امرنا لله وقلنا له يذاكر يحاول من مستواه العلمي، خد دبلومه القانون العام، خد دبلومه الشريعه الاسلاميه بتعادل درجه الماجستير، وتقدمنا في مجلس الدوله على الزعم معتقدين بقى ان مجلس الدوله هينصفنا. عمل المقابله الشخصيه في مجلس الدوله، اجاب على الاسئله اللي تم توجيهها اليه بكفاءه عاليه جدا. فوجئنا ان الكشف التحريات ما نزلتش، سالنا يا جماعه التحريات ما نزلتش ليه؟ قال لك لان التحريات اللي بيتم نزول تحريات له في النيابه العامه بياخدوا التحريات دي ويحطوها له في مجلس الدوله. انتظرنا، فوجئنا بالنتيجه ظاهره، دفعه القرار رقم 111 لسنه 2011 ما اتاخدش اسمي. واستغربنا ان من القرار ده من ضمن الاسماء 50 ضابط شرطه تم تعيينهم ومكافئتهم من امن الدوله. طب ازاي يبقى 50 واحد من الضباط داخلين نسب تتراوح من 65 و67%، وشخص يكون حاصل على درجه الماجستير وما ياخدش، ما يدخلش؟ احنا منتظرين ايه من القضاء بعد ده كله؟ منتظرين ايه؟ انا بكره رايح اتقدم بتظلم زي ما القانون متيح ليا، هقدم تظلم لرئيس مجلس الدوله. انا متاكد ان التظلم مش هيتم قبوله، هقوم برفع طعن على امل ان الطعن ده يقبل، وانا معايا كميه طعن ومستندات بتثبت فساد هذا الجهاز والمستندات، وهتم تقديمها. محدش بياخد ولا حد بيحكموله بالغاء القرار الا لاولاد المستشارين. وعايز اقول تطهير القضاء يعني ايه؟ القضاء ما يعينش غير اولاد المستشارين، فين العداله الاجتماعيه؟ إذا ما كانش أبوه مستشار يبقى عمه مستشار، يبقى خاله مستشار، يبقى قريب مستشار، يبقى كله واسطة. وابن الفلاح ما يدخلش، ابن البواب ما يدخلش، مع إنهم كلهم محتلين مراتب عليا في الدراسات. المفروض نقبل أيدي وأرجل آبائهم لأنهم علموهم، عرفوا يعلموهم،
اما ابن المستشار جايب 60% و65% مع ان ابوه مديله صرف عليه. اما احنا كنا بنشتغل كنا بنعمل كل حاجه وفي الاخر مفيش اي حاجه. يجب تطهير القضاء، وده نداء للقضاء المصري انه ينظر بهذا المنظر وانه يكون عنده منحنى عداله اجتماعيه، نفس العداله الاجتماعيه تسود مره اخرى. وشكرا.